بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا شباب. النهارده معانا موقع خدمي في شركه خاصه بمتابعه اعمال الصيانه. الفكره ان الشغل اللي كنا بنعمله باكسس دلوقتي بنعمله على هيئه ويب. البرنامج هو خاص بمتابعه اعمال الصيانه او الاعطال. المواطنين بيبداوا يبلغوا عن اعطال خاصه بالشركه، فالشركه بتجمع الاعطال دي في اخر اليوم، بتبعت لشركه الصيانه او الشركه المسؤوله عن عمليات الصيانه بكل البلاغات اللي كانت لها خاصه بالاعطال، ويبدا موظفي الشركه متابعه الاعطال دي عن طريق التليفونات بتاعتهم المنتشره طبعا في كل المحافظات. الفكره ان مثلا الاداره بتخش، خلينا نخش بحساب اداره عندنا طبعا في الموقع اضافه مستخدمين، يقدر ان هو يضيف مستخدمين جداد. المستخدمين هنا في الموقع ما بيكونش زي الفيسبوك مثلا بيقدر كل مستخدم يسجل نفسه، لا، هو الاداره بتسجل المستخدمين اللي عندها وتقدر توقف الحساب في اي وقت، تقدر تعدل البيانات. دي مواقع شغل مش مواقع عامه. الفكره هنا ان مثلا وليكن سيد بيضيف اسم المستخدم والشغل بتاعه كان اداره مشرف مندوب موظف شركه او موقوف. موقوف يعني موظف موجود عندنا بس خلاص ما عادش شغال، فبنمنعه ان هو يخش الموقع. طبعا الموقع بيكون عليه اثر شركه، عليه اثر عملاء، عليه بيانات كتير جدا، فطبعا بيكون مؤمن كويس بالنسبه ان مفيش اي حد يقدر يخش عليه. كذلك حتى يعني مثلا لما تدور عليه في البحث ما بتلاقيش ليه بيانات، ما تقدرش عن طريق اسم الموقع انت تقدر تخش، لازم يكون معاك العنوان بتاعه كامل. بعد كده طبعا هو فيه شركات بيشتغلوا معاها، دي شركات اتصالات موجوده في العراق. بعد كده لو واحد عادي يعني مثلا ده مندوب لغه اصلاح، شغلانته مندوب طبعا ما بيكونش تابع لشركه، لا هو بيكون تابع للاداره بشكل مباشر، وبنحدد مين المشرف بتاعه، مين المدير بتاعه، لانه هيقدر يشوف الشغل بتاعه يعني. عندنا زي ما قلنا النوع اداره ومشرف، اللي هو مشرف على مجموعه مندوبين، ومندوب ده اللي بيقوم بعمليه الصيانه او المتابعه، وموظف شركه، ده احيانا موظف الشركه بيخش يشوف شغل الشركه وصل لفين، ايه اللي تم وايه اللي ما تمش وفين المشاكل، ويبدا يتابع الشغل بتاعه. والنوع موقوف ده اللي هو ما بيقدرش يخش على الموقع بتاعه. عندنا هنا الشركات اللي هم بيتعاملوا معاها. بعد كده عندنا المشرفين اللي اضافوا كمشرفين بيظهروا معانا في القائمه هنا، وبنضيف رقم تليفون الشخص على اساس ان احنا ممكن نرجع له في اي وقت. بعد كده دي السنترالات او المراكز بتوع الخدمه بتاعتهم، وكل سنترال وفين المكان بتاعه ومين المندوب اللي ماسكه ومين المشرف اللي ماسكه، على اساس برضك ان احنا ممكن يخش المشرف يشوف كل السنترالات اللي هو تابع ليه، وكذلك المندوب يخش يشوف الحاجه التابعه ليه فقط، مش حد يقدر يتعدى على شغل التاني يعني. نروح على واحد جديد تاني. بعد كده طبعا كل واحد يقدر يغير كلمه السر بتاعته، حتى الاداره ما تقدرش تغير كلمه السر بتاع واحد من المستخدمين، لكن هي تقدر ان هي توقفه، لكن تغير كلمه السر بتاعته لا. بعد كده تسجيل الخروج، وده طبعا بيظهر اسم الشخص اللي داخل وطرقه إيه على البرنامج. عندنا اول حاجه اضافه شيت اكسل. بالنسبه لنا زي ما قلنا ان السيستم بتاع الشركه، السيستم الرئيسي بتاع الشركه اللي بيقدروا يستلموا عليه الشكاوى، بعد كده بيصدروا الشكاوى دي على هيئه شيت اكسل او ويبعتوه طبعا للشركه بتاعتنا عشان تبدا تتعامل عليه، او موظف الشركه نفسه يقدر يخش يضيف الشيت. طبعا لما الموظف بيخش يضيف الشيت بيبقى افتراضي هو مين. تمام، بنكتب اي ملاحظات هنا او مثلا رقم الشيت اللي صادر من الشركه او اي حاجه زي كده، وبعد كده بنحدد. طبعا انا داخل بحساب اداره فاقدر اضيف لكل الشركات. مثلا الشيت ده داخل شركه زين، الموظف اللي رفعه مثلا او اللي اعطاه لنا انا مسجله نفس الاسم اسمه زين، والمشرف اللي هيكون مسؤول عنه اسمه محمود، وبعدين اعمل بدء الرفع. بعد كده بيجي لي ان انا احدد فين مكان الشيت، هو ده الشيت، خلينا بس افتحه واوري لحضراتكم. ده شيت اكسل عادي، طبعا الحقول الزاميه بنفس الشكل، الحقول الزاميه بنفس الشكل نفس ترتيبها. الراس ممكن ما يبقاش موجود معايا، لان حتى لما هضيفه دلوقتي ببدا اعمل رفع للشيت. طبعا احنا كمحاسبين شغلنا كله اكسل، بنصدر اكسل وبنستورد اكسل، وكل شغلنا حتى مع الموقع بيكون اكسل. كده هو برفع البيانات.
بقطع شيت الاكسل ويدرجوا داخل قاعده البيانات. بعد كده عندي امكانيه حذف، طبعا عندي سطر فوق في الاول وعندي سطر تاني اللي فيه عناوين، دول ما هماش اسطر معايا. بعد كده هو رفع لي البيانات، قال لي طبعا كل بيان فيهم منطقته ايه وارقام تليفوناته، طبعا ده كلها بيانات وهميه يعني. بعد كده من هنا في امكانيه ان انا احذف الشيت كله، وفي امكانيه ان انا احذف بنود من الشيت يعني. تمام. بعد كده بتنقل للبحث، ممكن احدد له حاله محدده، طبعا كلهم جديد دلوقتي، اقول له ابحث لي مثلا عن حالات جديد، لو قلت له ابحث لي عن حالات مؤجله مفيش اي حاجه مؤجله. تمام. بعد كده ممكن اقول له طلع لي جول مندوب محدد، طبعا انا عندي مندوب واحد وعندي مشرف واحد دلوقتي، هذا التبسيط يعني. بس لو قلت له مثلا هات لي الشغل بتاع اربيل، اربيل ثلاثه، مفيش اربيل ثلاثه. هات لي شغل اربيل واحد، جاب لي الشغل اللي موجود عندي في اربيل واحد، كلهم اربيل واحد. اسم المشرف فلان الفلاني، ممكن طبعا لو عندي مشرف ثاني ممكن احوله اليه، او لو عندي برضك مندوب ثاني احوله الى المندوب الثاني لو المندوب ده مش شغال. الحالات عندي اهي، ان كان محول للمشرف، مؤجل لو تم الاصلاح، فيها عطل محدد. لو الشكوى انتهت ممكن اعمل لها اغلاق للشكوى، خلاص الموضوع ده كده خلص، الشكوى بقت مغلقه. او شكوى مثلا تمت مراجعتها، ويعني مثلا ده خلاص تحول مثلا ل تم تغيير البوت مثلا، نحفظ خلاص تم خلاص، الحاجات اللي تمت بتعلم معايا باللون الاخضر. وبعدين تمت المراجعه، خلاص كده ده بالنسبه لي انتهى. طبعا الشيت نفسه ممكن احمله اكسل تاني، يعني انزله من الموقع زي ما حضراتكم شايفين كده. الموقع نفسه ممكن احمل منه تاني الاكسل. تمام. بعد كده خلينا برضك نقول نرجع تاني للبحث. تمام. بعد كده عندي الملخص، في اي وقت اقول له الفتره من تاريخ كذا لكذا، يقوم جايب لي المشرفين اللي عندي اللي مضافين للبرنامج وكل الحالات اللي عندهم. يعني مثلا عنده 54 حاله جديده، ما فيش حاجه منهم محول لمشرف او حاجه اي حاجه ثانيه، عنده بس واحد تم. جميل. بعد كده عندي المندوبين برضك نفس النظام، وكلهم ما تحولوش على المندوب. تمام. خلينا بس ناخد واحد زي ده كده مثلا نحول على المندوب. ياسين مثلا حافظ. نروح تاني للملخص، قال لي ان فيها الحاجه دي عنده عطل جسيم، طبعا الاعداد اللي هنا قلت. هنا عنده واحد جديد وواحد عطل جسيم. بعد كده عندي المدن وكل مدينه فيها كام اوردر والاوردر بتاعها وصل لغايه فين، فده لقطه عامه بيقنع عن كل الشغل. تمام. بعد كده يوميه الرفع، لو انا رفعت اكتر من شيت بيظهروا معايا بالشكل ده. طيب انا عندي مثلا دول عدد غير موزعين لسه، السنترالات هنا كل سنترال انا قايل له ماسكه فلان فلان، يعني سنتر ا بالاثنين ماسكه هنا ومحمود، كلهم هنا ومحمود، لان مش عندي غير مندوب واحد ومشرف واحد. هنا هو طبعا كلهم محولهم، يعني اللي تم الرفع تم الرفع وانا محدد له ان المشرف فلان فلان، لكن طبعا ما ينفعش احدد مندوب وانا برفع، لان الشيت الواحد بيطلع لاكثر من مندوب، ده طبعا على حسب مواصفات الشركه يعني. عندنا هنا في يوميه الرفع بقى كل منطقه انا محدد مين المندوب اللي ماسكها، فممكن اعمل له توزيع، هو هياخد ال 53 دول يدور لو موزعين عندي هيبدا يوزعهم مظبوط، يدي لكل مندوب شغله عشان المندوب لما يخش التليفون بتاعه يلاقي شغل، طبعا كلهم متوزعوا لان انا محدد الايه الشغل بالظبط. طيب هنا هخش على غير موزع مش هلاقي حاجه. طيب خلينا نرفع شيت تاني، خلينا نفترض مثلا حتى لو نفس الشيت مش هحدد له، ممكن حد موظف الشركه اللي رفعه لي بس واقول له ابدا الرفع، ناخد الشيت تاني، ناخد نفس الشيت، خمن في برنامج تاني بتاع الديون كان فيه خيار ان لو تم الرفع بالتكرار ان البرنامج يحدد لي
البيانات المقرره. هنا ما طلبش الموضوع ده، لان هو على حسب طلبهم ان الشغل بينتهي بشكل يومي. يعني الشركه بعد ما بتراجع الشغل بتاعها تاني يوم الاعطال بتاع امبارح هتجي لي تاني. فبالنسبه لهم الموضوع ده مش مهم. تمام. بعد كده عندي هنا نخش على غير موزع على طول. قال لي الشغل ده كله غير موزع، غير محدد مشرف، غير محدد مندوب. تبدا اداره الشركه بقى تقول مثلا المندوب فلان اللي هيقوم بالشغل ده، المندوب المشرف فلان اللي هيقوم بالشغل ده، وتوزع الشغل بتاعه. تمام. طبعا اللي بتخش اللي بيعمل الحاجات دي الاداره بس. قلنا ده غير موزع، غير محدد. غير محدد برضه نفس الفكره بالظبط. تمام. بعد كده عندي المتاخرات، لو في حاجه متاخره تظهر معايا هنا. متاخرات طبعا تاريخ كذا، طبعا كلهم لسه تاريخ النهارده، مش عندي اي متاخرات، اللي هو الشغل البيت من امبارح يعني. ارقام الهواتف هنشوفها دلوقتي واحنا عند المندوب. تمام. خلينا نخرج دلوقتي وندخل بحساب شركه. حساب شركه انا داخل عندي عامل مستخدم باسم زين، واسم المستخدم اصلاحات. ماشي، نعمل خروج، خش لاصلاحات، كلمه سر 1 2 3. دخل معايا عندي هنا تغيير كلمه السر وتسجيل خروج. مفيش امكانيه ان انا اضيف مستخدمين او حاجه زي كده. عندي اضافه شيت وبحث. البحث بيظهر معايا بس الشغل بتاع شركه زين، اي شغل تاني مش هيظهر معايا. عندي امكانيه بحث، من حد خدت رقم التليفون ده كده كتبته هنا، راح جايب لي الرقم. طبعا هو مكرر رفع مرتين مثلا. ممكن اقول خلاص تم الشكوى دي تمت او اتلغت او حاجه زي كده. ممكن اقول مثلا هات لي الاعطال الجسيمه بس، اقول له بحث وبيدور عليها. لو كان في حاجه اعطال جسيمه كانت هتظهر معايا. عطل ارضي، لا عطل جسيم. انا فاكر ان انا حاطط 1 عطل جسيم. تمام، ظهر معايا، اقدر ان انا اشوف الشغل. تمام. اقدر اقول له برضك اعرض لي شغل محافظه محدده انا كموظف شركه، وكذلك اقدر اقول له اعرض لي الشيت اللي اترفع في الفتره من تاريخ كذا لكذا، او اللي هيتعمل عليه الشغل من تاريخ كذا لكذا. تمام. واقدر ان انا اضيف شيت جديد، لكن طبعا هنا اخد بالي ان انا مش هقدر اضيف لاي شركه غير الشركه اللي انا تابع ليها، لان انا دلوقتي موظف شركه. طيب خلينا نخش تاني ببيانات مشرف. خلينا نقول محمود. كذلك هنا محمود يقدر يضيف سنترالات، وصف ان هو مشرف يقدر يضيف سنترالات. ويقدر يعدل برضه، يقدر يضيف شيت. تمام. حتى ان هو يقدر يضيف شيت على مندوب تاني، يعني برضه هنا من طلباتهم ان هو يقدر يضيف شيت على مندوب تاني. يوميه الرفع يقدر يطلع، بس بيطلع على الشغل بتاعه هو بس، لو تم رفع اي شيت لشركه تانيه مش هيقدر يشوفه. تمام. يقدر ان هو يعمل عمليه بحث في الحاجات المحوله اليه، يعني دي الحاجات المحوله اليه بس، الحاجات المحوله لمحمود، وما يقدرش يحولها لمندوب تاني، لمشرف تاني قصدي، لكن يقدر يتحكم في المندوب اللي هيقوم بالعمل ده. بعد كده يقدر يطلع على الملخص بتاع الشغل بتاعه هو بس برضه، ما يقدرش يشوف شغل زمايله. الغير موزع، الغير موزع مندوب، يعني هو موزع مشرف لكن مش موزع مندوب. زي ما قلنا ما يقدرش يشوف شغل حد غيره. والغير محدد. تمام. نخش دلوقتي بقى بمندوب. تبع برضك لرغبة الشركة، فإن المندوب هنا طبعا بغاية كلمة سير بس، ويقدر يعمل بحث ونشوف مثلا عطل زي ده. تمام. يقدر يكتب هنا الملاحظة بتاعته ويحوله مثلا لأي حالة من الحالات. تمام. هنا كان فيه، ويقدر إن هو يضيف له مرفق. فلنفترض صورة زي دي مثلا، كأن هي الصورة بتاعت العطل. نعمل حبس مؤجل. ظهرت الصورة، الصورة دي بقى تظهر عند الإدارة. الصورة دي بالنسبة له إن هو بيصور البلوك أو المشكلة، لو عنده مشكلة وأحيانا بيحتاج إن هو يصور إيصال بتاع العميل. تمام. والحالات المؤجلة طبعا زي ما أنتم شايفين بتظهر معايا باللون الأحمر. يقدر المندوب يشوف الشغل بس المحول إليه، ما يقدرش يشوف شغل حد تاني. كذلك ما يقدرش ان هو يطلع على الملخص، وده كان من طلبات الشركه.
ده الشغل بتاع فني. يقدر يطلع طبعا يفرز الشغل بتاعه على حسب حاجات محددة، يقدر ان هو يخش يشوف شغل سنترال محدد، يعني يخش يشوف بغداد مثلا، تمام، لو متحول له حاجة هتظهر معاه. تمام، ارقام الموظفين، يقدر ان هو يحدد اي سنترال، ولو تواصل مع واحد مثلا اسمه حسن رقم التليفون بتاعه، يبدأ يكتب الملاحظات ويعمل حفظ كده، خلاص ينزل بالنسبة له رقم التليفون ده. في الإدارة بقى، لو دخلنا تاني بحساب إدارة، عندي إمكانية إن أنا أطلع على أرقام الهواتف اللي بيبعتها المندوبين، وأقدر إن أنا أبحث داخل. ده هنا بيظهر لي دليل كامل لكل أرقام التليفونات بتاعة السنترالات، بحيث إن أنا أقدر أتواصل معاهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.